بدقة غير متناهية وحرفية عالية يزخرف العم نايف الثريات النحاسية الدمشقية، حرفة ورثها عن الآباء والأجداد منذ صغره. قليلون من هم مثله، لا يزالون يعشقون ويمتهنون هذه الحرفة اليدوية. يقلب ثرياته كتحفة بين يديه، وهو الخبير في صناعتها بتفان ودقة منذ نحو 40 عاماً. الثريا السورية من أفضل أنواع الثريات ومطلوبة جدا، لأنه في تقنية بالعمل وفي جمالية بالموديلات، ويعني بتنافس أي ثريا تاني. بس بالنسبة للتصدير لبرا في صعوبة. براعة العم نايف وشغفه بهذه الحرفة كحال جيرانه في هذه السوق لم يحميا ورش النحاسيات اليدوية من خطر دائم يهدد انقراض هذه الحرفة. احنا وقت منصنع القطعة ومنشتغل فيها منحاكيها منخاطبها، كيفك صرتي بكرة؟ لا اليوم أحلى من امبارح. بهذا الحكي احنا هذا الحرفي بيصير انسجام، بيتعامل مع القطعة كأنه روح قدامه، وعم تكون إذا انطلب منها مثلا عدة قطع ممكن قطعة تختلف عن الثانية اختلاف بسيط عكس الآلة تماما. حرفة تصنيع النحاسيات ليست الوحيدة المهددة، بل عشرات الحرف اليدوية التي اشتهرت بها سوريا منذ آلاف السنين باتت اليوم مهددة بالانقراض، ما دفع آلاف الحرفيين إلى إغلاق ورشهم والتحول إلى مهن أخرى أكثر حداثة. حرفي احترف مهنته حرفته على حساب أوقات دراسته، على حساب يعني مستقبله، بس هو عشقان ورتان هاي الحرفة، فلذلك لازم جهات معنية ترعى عمله. يأمل الحرفيون وأصحاب الورش التي باتت قليلة أن يلقوا الدعم والمساندة من قبل الجهات المعنية، سواء كانت خاصة أم حكومية، ليكون هذا الدعم متنفسا لهم والعامل الأساسي لبقائهم في الخريطة الصناعية والاقتصادية. تكافح الحرف اليدوية التراثية في سوريا للبقاء على قيد الحياة، وهي التي باتت تواجه تحديات كثيرة في يومنا الحاضر مع تطور الصناعات وحداثة الآلة. لذا يسعى القيمون والوزارات والجمعيات المعنية بالتراث السوري لإنقاذ هذه الحرف والحفاظ على محالها وأسواقها كأهم معالم التراث السوري الذي تحتاج إليه البلاد لهويتها الثقافية والاقتصادية. يا رحسن، دمشق، الميادين.